لا يبدو أن هنالك أفق تقف عنده الخطط التي تحملها السلطات في حضرموت لتطوير وتنمية الاقتصاد المحلي، حيث أقرت مؤخراً عدداً من البرامج والمشاريع الاقتصادية، من بينها تأسيس صندوق لدعم قطاع التعليم والصحة يسهم القطاعين العام والخاص في تمويله. أفكر في تهيئة قيام بيتين ثلاثة بيوت تجارية كبرى لحضرموت، يكون في اكتتاب مراعاة لمشاعر الناس اللي عندهم 200,000 ريال، اللي عنده 1,000,000 ريال، اللي عنده 5,000,000 ريال يدخل في الأسهم هذه. ميناء المكلا وثاني أهم الموارد الاقتصادية بالمحافظة، هو الآخر على موعد مع مشروع يختص بالأمن الغذائي بعد إعلان السلطات المحلية اعتزامها إنشاء صوامع للحبوب والأرز لضمان تغطية احتياجات المحافظة والمحافظات المجاورة، في الوقت الذي تواصل إدارة الميناء دراسة الخيارات التي تمكنها من استيعاب النشاط التجاري المتزايد للميناء في ظل الحاجة الملحة لعمليات التوسعة. التوسعة أيضا بتشمل استئجار مساحات خارجية خارج الميناء في الوقت الحالي لخزن الحاويات الفارغة عشان نستوعب حاويات أكبر. ويرى مراقبون أن نجاح حضرموت في تثبيت مظاهر الأمن والاستقرار وحصول إدارتها على صلاحيات واسعة من قبل الحكومة سيساعدها بشكل كبير في جذب المستثمرين ورؤوس الأموال إليها.